انا اسف جدا يا جماعه، يظهر ان انا دوست على حاجه غلط، وده لان انا مش مظبط المكان وقاعد مستريح، فمش عارف انا تعبتكم معايا. انا اسف جدا، على اسف جدا والله على اللخبطه والعك اللي انا بعمله ده. كان بجد نفسي اعمل لكم الدرس المره دي من الاستوديو اللي انا عامله هناك، بيبقى اوضح وسبوره كبيره ونعرف ندي الدرس بشكل احسن من كده. فانا اسف جدا يا جماعه والله، الظروف غصب عني وانا هنا في مكان تاني خالص، بعيد جدا عن المكان اللي انا عايش فيه. ف زي ما بساعدكم يعني بساعد ناس تانية، فمعلش يعني جت كده بقى يعني، فاتزنقت عند الناس اللي انا عندهم هنا، فاستأذنتهم ان انا بس يعني اعمل الدرس وكده من هنا. انما فانا اسف جدا يا جماعة، يعني ادي نتيجة الجدعنة. انا كنت بكلمكم عن الدرس اللي فات، انا هبقى الف في السبورة لما نيجي نكتب. الدرس اللي فات كنا بنتكلم على كذا حاجة. اكتر حاجة لفتت نظري في الدرس اللي فات هي ان انا لما كتبت السؤال بتاع Do farmers grow rice، ربنا يخليك يا احمد والله، احمد مسعود متشكر قوي حضرتك، لقيت ان ناس كتيرة اتكشت شوية، يعني ما كانتش عارفة تجاوب شوية، مع ان السؤال كان سهل. Do، السؤال كان سهل، هعدل السبورة ووريك تاني اذا كنت نسيت Do. احنا قعدنا فيه اربع خمس دروس واخدنا عليها تمرينات، ارجوك دي الطريقة اللي بنتكلم بيها، ده مش نحو، دي الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها هنا، ده مش نحو. النحو حاجة تانية خالص غير اللي انت بتاخده، حاجة تانية خالص غير الازمنة والقواعد اللي انت متصور انها يعني ده نحو عندك. فده انا بعلمك احنا بنتكلم هنا ازاي، عشان زي ما بقولك زي انا مصري اهو كده، لو قعدت اكلمك باللغة العربية هتقول لي يا عم انت هتشتغلنا، انتوا في مصر بتتكلموا زي ما انا بتكلم، ما بتتكلمش باللغة العربية. هنا نفس الكلام، انا بكلمك بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها هنا، مش بكلمك في انجليزي اللي هو انت هتخش تمتحن فيه. فمش عايزك تكش وتخاف لما تلاقي نفسك اتحط قدامك سؤال. انا اسف، انا مش قصدي ان انا ارهقك بالمقدمات النفسيه اللي انا بعملها، انما ببقى عايز اقول لك ان انا ده نوره عماله تعيط وخربت الدنيا عايزه تجيلي. ببقى عايز اقول لك إن, ان 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 خلي بالك انت بتبوظ كتير في اللغه بسبب كذا وكذا وكذا. قله التفاعل بتاعتكم اللي موجوده انا عارف كويس ان سببها الاساسي الاولاني المهم الكبير ان حضرتك بقالك سنين في منظومه التعليم اتعودت انك تروح المدرسه تقعد المدرس يفضل يكب المعلومات في ودانك وفي عينيك ويملى لك دماغك وانت قاعد مربع ايدك وخلصنا. واخر السنه، اخر السنه تبقى تعمل ايه؟ تمتحن فيها. فلو انت عييت ولا حاجه تبقى السنه راحت عليك. طبعا منظومه التعليم دي زي الزفت. ونصلحها ازاي؟ المدرس ولا ال مش عارف ايه؟ محمد والله اهلا اهلا وسهلا بعلي. المدرس ولا التعليم؟ التلاميذ ولا الفصل؟ السبوره ولا المبنى؟ انا قبل كده اديت حاجة من الحاجات اللي قلت لك اهتم بيها نفسيا عشان تكمل في الدروس دي، حاجة اسمها الكونسبت. لا معلش السبورة مش هتعرف تشوف بيها. حاجة اسمها الكونسبت. انت بتتعلم امريكي ليه معايا؟ علشان تعرف تتكلم وتنطق. لو ما اتكلمتش ونطقت حضرتك ما بتعملش الكونسبت بتاع التعليم، الطريق، المستشفى، المدرسة، الحاجات اللي عندك دي الهدف منها ايه؟ تطلع انسان بيخش المستشفى عشان يطلع سليم. لو مفيش كذا وكذا وكذا يبقى انت بس فاتح مبنى ومسميه مستشفى، انما المستشفى حاجه تانية خالص غير اللي انت بتعمله. ايه الفايده من مباني كتيره وما بتطلعش منها باي نتيجه؟ ايه الفايده ان حضرتك راح المدرسه جاي من المدرسه واخد معاك شهاده اصل زمايلي كلهم نجحوا وحضرتك ما بتنجحش؟ تحيه من جنوب المغرب لعلي، اهلا وسهلا بك يا علي. انا والدي اسمه علي ويعني الاسم ده بحبه قوي، واخد بالك؟ فارجوك لو ما اتصلت، انا اقول معايا الاتصالات، لو ما اتصلتش على سكايبي وحاولت تنطق بصوتك حضرتك ما بتاخدش الكونسبت بتاع الحاجه. اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، اخر مره اتكلمت فيها كان على انك لازم تعمل اخراج للعقل. ازيك يا سمر؟ اهلا وسهلا. لازم تعمل اخراج للعقل، الاخراج عن شكل تطبيقات.
لو حضرتك ما بتطبقش المعلومات دي اول باول، لما اكتب سؤال زي دو فارمرز جرو رايس هتلاقي نفسك مش عارف تجاوب. طب دو يعني اجاوبها، يعني الكلمه اللي ناقصه كانت ايه؟ هلف السبوره وافكرك تاني حاضر بدو، بس ارجوك انا مش قصدي ارهقك او احط عليك حاجه نفسيه جامده فتحس ايه ده، لا انا قصدي اقول لك خلي بالك الحاجات اللي انت بتعملها غلط دي بتبوظ لك تعليمك وبتبوظ لك حياتك. فالمعلومه اللي تاخدها طبقها، الكلمه اللي احنا بناخدها هنا اكتبها كده على جوجل وهيطلع لك 20 حاجه. حاول تقرا اي حاجه، حاول تاخد اي جمله، حاول تدور على صوره، على اي حاجه سهله. اوكي اهلا يا ايمان ازيك، ايوه كده اكتبي ايمان، انما كنت بتكتبي كلمه تانية كده مش عارف ايه هي فاحسبك حد تاني. هتموت انت يا نورة وتيجي تدي معايا الدرس، انا عارف بس تكبري وتنطعي شوية بتعالي تدي معايا الدرس. اوكي ماشي. النهاردة عايز اكلمك بسرعة كده عن حاجة خد بالك منها، اوعى تكون بتعملها او تقع في حد بيعملها وتتجر وراه، لان دي بتبوظ لك التعليم ده وبتبوظ لك حياتك كمان. ايه هي بقى الحاجة دي؟ لو جيت تكلم حد زي ما الناس اللي بتقعد تسألني، لأن السؤال ده اتكرر كتير قوي في الفترة الأخيرة، القواعد والأزمنة يا مستر أعمل فيها إيه؟ أنا مش شاطر فيها، دايما بغلط فيها. فأنت بتقع في حد بيعمل لك إزاي بقى؟ خد بالك لو أنت بتعمل ده أو حد بيعمل ده. يقول لك إيه؟ يا عم هو إيه المستر قاعد وإنجليزي ودرس وبتعمله إيه؟ يا عم هي شغلانة، ما معروف المضارع بنتكلم في المضارع، ويعمل لك كده. بص أنا بمثل لك الشخصية. المضارع بنتكلم في المضارع، والماضي ماضي، والمستقبل مستقبل، ولو مستمر يبقى مستمر، مش شغلانه يعني، مش الانجليزي يعني قصه يعني وبتاع. ايوه يا عم بس يعني انا ينفع احط المضارع التام مكان الماضي البسيط؟ يا عم ده مضارع وده ماضي، تحط ده مكان ده ازاي؟ معروف المضارع مضارع ويا سلام بقى لو في حد واقف ويقعد يبص له بقى وايه يضحك له بقى اللي ايه اللي هو بتريق اللي هو يعني ايه كده، فالتاني يضحك معايا فيقعدوا يضحكوا عليك. اوعى تكون بتعمل كده، اوعى تتجر في جدل في جدل في جدل تاني اهو يطلع طاقتك وقوتك ومجهودك وتبذل مجهود علشان تقعد تقنع فيه. الشخص اللي زي كده نصيحة من اخوك سيكولوجيا سيبه وامشي. لا مظبوط انت عارف يا عم كل حاجة يا عم ما شاء الله عليك، بس كده. لو قعدت تجادل معاه هتلاقي كل ما تجادل معاه صوته يعلى 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 عشان يثبت وجهة نظره، وعايز يقول لك انه عارف كل حاجة، وتلاقي دايما انا عارف انا انا انا. خد بالك ما تقعش لا تكون بتعمل كده، ولو وقعت في شخصية بتجادل بالمنظر ده ما تجادلش معايا، العلم ما بيتاخدش كده. لو انا مش عارف، وانا اديتك الخدعة الصغيرة دي، لو انت مش عارف الوقت المحدد في الماضي كان امتى بالظبط يبقى ما استعملش الماضي البسيط، وهنتكلم على الازمنه بعدين. استعمل اللي هو انت بتسميه المضارع التام، الهاف زائد الباست بارتيسيبل. ما استعملش هو كمان اصلا الشخصيه دي ما بيبقاش عارف ان الفعل ليه اشكال وليه ازمنه، وانا بحاول اعلمك هنا الكلمات الفعل بيبقى شكله عامل ازاي علشان لما نيجي ندخله في أزمنة ويبتدي يتحط عليه زيادات ويتغير ويتكتب له حاجة كده وتعمل له حاجة، تبقى أنت فاهم إيه ده؟ ما يبقاش كله عندك زي بعضه. لو السبورة معدولة برضك كنت وريتك، لو حطيت لك أبوست اللي أنتوا بتسموه أبوسترف اللي هو أباسترفي إس وبعدها الفعل في الشكل اسم المفعول اللي هو الشكل الثالث، تبقى الاس ديت مش از مش بتاع الفيرب تو بي، دي معناها هاز، وده المضارع التام. وكنت كلمتك انا لما اتكلمنا في هاف وهاز على الحته دي، وقلت لك لو نفيته ما ينفعش تنفيه بالشكل ده، لازم تكتب بقى هاز طبيعيه او هاف طبيعيه، بس الان ابوستروف صح ابوستروف زي ولا خليها ابوستروف فيه عشان تتعود الان اباستر في، انا بخاف اقولها كده لا واحد يقول لي ايه الاباستر في اللي بيقولها دي، والتي دي اللي ينفع تختصرها بعد هاف وهاز، انما تعمل اختصارين في حته واحده ما ينفعش. الشكل ده بتاع الكتابه حاجه، والشكل انك تعرف تستعمله ازاي حاجه تانية.
اللي انا عايز اوصله لك حاجتين. اوعى تكون بتعمل كده مش بس في الانجليزي، في اي حاجه في حياتك، يا عم سهله ده كذا وكذا وكذا. افهم وادرس وتعلم قبل ما تتكلم. عندك النت اهو مليان، خش واقرا واعرف علشان تعرف تتكلم عن علم. الناس بتعمل كده في السياسه وبتعمل كده في الدين وبتعمل كده في حاجات كتير قوي، كلام كلام واراء وبتاع، وهو لا درس ولا عرف ولا عمل اي حاجه، هو بيخش على الفيسبوك ياخد معلوماته. خلي بالك دي حاجه بنسميها توجيه الفكري. يعني ايه التوجيه الفكري؟ يعني انا لو جيت اقول لك ايمان ديت مش كويسه يا عم، مش شايف كل يوم بتيجي متاخره ازاي مثلا بالليل؟ ايه ده اهلها سايبينها كده ومش عارف ايه؟ معلش يا ايمان انا مش قصدي حاجه. هتقوم انت عامل ازاي؟ بس ده اسمه توجيه فكري. وجهت فكرك ان ايمان دي وحشه، فكل مثلا ما اشوفها بتعمل حاجه ابتدي افسره، لان حصل توجيه فكري ان اصل ايمان دي وحشه يبقى بتعمل اي حاجه وحشه، مع انها تطلع في الاخر دكتوره وبتساعد ناس ومش عارف ايه، وبتتاخر زي الافلام العربي اللي عندنا كتير، وبتتاخر بالليل مش عشان هي دكتوره، مش عشان شغاله في مؤاخذه في كباريه. لو انا وجهت فكرك لحاجه وحشه، لو انا وجهت فكرك لحاجه كويسه، قلت لك محمد الصعيدي ده اللي قدام اهو، ياه بني ادم ما شاء الله عليه بتاع ربنا، ووجهت فكرك ان محمد الصعيدي ده احسن حاجه في الدنيا، مع انه هو بيعك عك لا مؤاخذه محمد يعني يغرق بلد، بس انت خلاص اتوجهت فكرك ان الشخص ده وحش. انت لا بتخش لا تقرا ولا تتعلم ولا تفهم ولا اي حاجه، انت بتجاوب وتفتي على السياسه على الدين في العلم في اي حاجه بدون علم بدون ما تعرف. اوعى تقع في النقطه دي، ولما حد يجي يجادلك تقوم عامل ازاي؟ يا عم بقى انت افهم بقى ده كذا وده كذا وده كذا، تقوم عامل له ازاي؟ ما شاء الله عليك انت بتفهم كل حاجه. اوعى تجادل ولا تماري فيه الا براء ظاهره، يعني ما تقعدش تفضل تجادل 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 تجادل. كلمته لقيته بيعمل كده انت تمام، سيبه لعقله، ما تخليهوش يجرك، ما تخليهوش يجرك لايه؟ للحياه بتاعته والفكر بتاعه والطريقه بتاعته، عشان ما تبقاش خيبان انا اسف، وتلاقي نفسك مش عارف تجاوب او مش عارف تعمل او مش عارف تفهم او مش عارف تركز. اوكي؟ اتفقنا على النقطه دي؟ اوكي. اقلب بقى الصوره وقول، احاول بقى ان انا ايه؟ اجمد نفسي شويه كده علشان ما اوقعش السبوره دي، وادلكم السبوره عشان نتكلم في الدرس بتاع النهارده. خليك بقى معايا كده عشان هفرق لك بين كذا حاجه، ولو في اي حاجه مش واضحه قول لي، لو الصوره مش واضحه وكده قول لي، انا هقلب الصوره دلوقتي علشان تقدر تشوف الكلام بالمعدول، وهوري لك كذا حاجه كده خلي بالك منها. هو مش قاعده انما احنا عارفينها، هم شبه بعض، فانت خد بالك علشان تبقى عارف دول يعني بيكذبوا ويتعاملوا ازاي. بمجرد انا ليه ماشي معاك فعل فعل في الاول كده؟ علشان سببين. اول حاجه ان حضرتك معظمكم بقى كسول شويه، مش عايز يتصل، مش عايز يحفظ الافعال دي، مش عايز ياخد باله ان بتتكتب ازاي ويمرن نفسه كمان، علشان عايز مخك يفضل شغال، يحفظ يركز يعمل يعرف، عشان لما نيجي نتكلم بعدين بشكل اعمق شويه ونبتدي نعمل حاجه اكتر شويه من كده، تبقى انت عندك قاعده اعرف اكلمك عليها شويه، تبقى انا وريتك شويه حاجات هنا، فانت هتكمل عليها 19. يعني لو عملت الحاجه اكتر من مره هتبتدي تتعود انك ايه؟ تكمل معايا. انما انا لو سبتك كده وكميه الافعال الرهيبه دي كلها تحفظها مش هتحفظ حاجه. بتتصل اثناء الدرس بس مش بيشتغل. طب استنى يا ايمان انا اتاكد ان هو شغال. مش معقول يا جماعه. طب استنى، حاضر لحظه واحده. لا الصوت تمام والاتصال تمام، وانا هفتح السكايب اهو قدامك علشان لو عايزه تتصلي. حاضر لحظه واحده، ادي سكايب اهو.
بصي ادي سكاي بي اهو واضح اهو، ادي سكاي بي مفتوحه وامان وجاهز، لو اي حد عايز يتصل يتصل. والفوليوم فين اهو، والفوليوم على اخره اهو. اوكي لو حد عايز يتصل اهو قدامي اهو. ماشي، اتكلمنا في كذا فعل المره اللي فاتت مش كده؟ طيب ايوه يا ايمان، لازم تبعتي لي على، لو انت مش مشتركه معايا السكاي بي لازم تبعتي لي الاول اللي هو زي ما بيقولوا طلب صداقه، تكتبي مستر سام وتسيبي مسافه 2016 وتبعتي لي زي ما بتقولوا طلب صداقه، فانا اعمل لك اكسبت فتبقي تدخلي معايا هنا وتقدري تتصلي بيا على طول. اوكي اقلب انا الصوره كده بقى عشان نشوف ايه اللي هيحصل. كده انا كمان اقدر اشوف التعليقات بس محتاجة اتحرك يعني. معلش بقى ما تزعلوش مني لو السبورة دي فضلت كل شوية تقع وحاجات كده يعني. لو البتاع دي بس تبقى كده. واضحة كده يا جماعة تمام؟ بص يا جماعة. المرة اللي فاتت لما قلت do farmers grow rice ماشي؟ معلش انا مش عارف اكتب واضح بس هل واضحه كده؟ ماشي. قلت لك انا قبل كده دو الفعل هنا في المضارع. طب لو داز يبقى الفعل هنا برضو في المضارع. طب لو ديد برضو الفعل بيبقى في المضارع. طب ايه اللي بيحصل بقى في الاجابه؟ الاجابه بقى لما بيحصل اجابه فاكرين؟ ما ارجوك ما تتلخبطش، لما بيحصل اجابه ايه اللي بيحصل؟ بيبقى دو الفعل هنا معاه في المضارع، في الإجابة مع دو ينزل مضارع زي ما هو فيبقى جرو. لو داز لو داز لو داز هينزل في المضارع زائد اس او اي اس على حسب فيبقى جروز. لو في الماضي هيتقلب الفعل مش هيبقى مضارع هيبقى ماضي فيبقى grew. فاكرين اي دبليو؟ ابص كده اشوف واضحه تمام يا سمر؟ واضحه ماشي. بس ده باختصار ادي دي اللي احنا اخدناها. عايز تتعمق بقى روح للدرس 24، الدرس رقم 24 وطالع هتلاقي بقى ايه دو كلها. انما باختصار الفعل في المضارع في السؤال على طول، الفعل بيبقى في المضارع في السؤال على طول، بيتحول لماضي او مضارع زائد اس على حسب هي دو ولا داز ولا ديد. لو دو الفعل ينزل زي ما هو، لو داز تزود عليه اس او اي اس، لو ديد الفعل يتحول من المضارع للماضي في الاجابه. فمش عايزك تتلخبط بسبب الحاجات اللي بكلمك عليها وتقوم مش عارف تجاوب ازاي. انا بيبقى هدفي ان اشوفك هتحول الفعل ده ازاي. حفظنا الافعال دي خلاص المره اللي فاتت صح؟ تمام كده واضح؟ هتلاقوني بلف كده بص تمام والكتابه واضحه وزي الفل. ماشي بعد المنديله اهو. طيب كويس السبوره لغايه دلوقتي سطرانه وما بتقعش. طيب واخدنا شويه افعال المره اللي فاتت، انا عايزك تقول لي الفعل ده معناه ايه. الفعل ده معناه ايه وانا هقعد الناحيه الثانيه اهو عشان اشوف بتقولوا ايه. كده كده كويس صدق كده القعده كده احسن. الفعل ده معناه ايه؟ لو ما تعرفش اكتب لي ما اعرفش عشان انا ما افتكرش ان النت مش شغال عندي ولا حاجه. الفعل ده اللي قدامك ده معناه ايه؟ نجات اهلا وسهلا عليكم السلام. الفعل ده يا نجات معناه ايه؟ سمر بتقول لي تقريبا هشام ايوه كده اهلا وسهلا صح.
صح، بس هي الكلمه يعني الكلمه اللي انت يمكن عندك في في, في بلدك، معلش انا مش فاكر حضرتك من اي بلد، تقريبا من الجزائر او من من المغرب صح؟ يعني هي تنفع برضك، هي تنفع يقاتل، بس خلي بالك علشان اللغه بتاع الشارع مش معناها انه ايه بيحارب قوي، بس هي تنفع مش غلط، انا مش بقول لك انها غلط، بس عايز اقول لك خد بالك على حسب بقى انت بتستعملها ازاي. يعني لو احنا مثلا شغالين في الشغل وبقول ان احنا بنعمل فايت، فطبعا انت هتبقى فاهم ان معناها نتعارك نتخانق، مش معناها نحارب بعض يعني، بس انا ده اللي اقصده. انما لو انت في جيش ولا بتاع، دي حاجه هي تبقى المعنى اللي انت بكتبه ده كده بالظبط، بس مش يقتل، هي يمكن قصدك يقاتل مش كده؟ عزيز مرشد بيقول لي ما تضعش حاجة على كلام الله. يا عم انا هساند اللوحة على الحيطة ورا الكنبة، مش بحطها على كلام ربنا. انت اللي فكرك راح، تفكيرك عندك التوجيه الفكري راح ان انا بكتب حاجة على كلام ربنا. انا مش قاعد في بيتنا، ده مش بيتي، انا بحاول اسند اللوحة على الحيطة، فما تخليش الشيطان ياخدك لسكة تانية خالص. ده غير كمان ان انت ما عندكش نص ديني بيقول ما تنفعش تحط دي قدام دي وتكتب على كده. يا راجل يعني انا هدف ان انا اعمل حاجة على كلام ربنا، ولا هدف ان اساعدك تتعلم؟ نجاة ماشي، كريم صح. طب انا بقى عايزك اللي هو يتعارك او يتخانق، انا عايزك تقول لي الماضي، الماضي، وخد بالك بقى هنعمل حاجه دلوقتي، الماضي واسم المفعول. ايه هو الماضي واسم المفعول؟ يعني ده الشكل المضارع وده شكل الماضي وشكل اسم المفعول. الماضي ايه واسم المفعول ايه؟ حد يعرف يا جماعه؟ اللي ما يعرفش يكتب لي ما اعرفش يا جماعه، عشان ما اقعدش استنى وبعدين ابص الاقي ايه. ماشي يا بتاع شاكيرا. طب انا عايز الماضي بقى، اسال لنا كده والنبي الحاجه شاكيرا اذا كانت كتبت، اذا كانت استعملت فايت في الماضي ولا لا. ماشي سمر كتبت مش عارفه، برافو، اللي مش عارف يكتب مش عارف، عشان هوري لك حاجتين كمان مع ده خد بالك منهم. مين اللي زعلان بس؟ اللي مش عارف يكتب مش عارف يا جماعة، اللي عارف يحاول يقول لي كده الماضي واسم المفعول ايه؟ عشان همثل لك دلوقتي حاجة بالانجليزي، اوري لك بس ازاي تستعمل الكلمة دي. كان نفسي يبقى السبوره الكبيره موجوده كنت اوري لك بشكل اوضح واكتب لك يعني، بس هنحاول ان شاء الله. نجاة برافو، حشره على حشره صح. حد تاني عارف غير نجاة يا جماعه؟ هشام I don't know. اوكي زي نوره كده، اوكي. مين تاني؟ حد ما يعرفش؟ اللي ما يعرفش يقول ما اعرفش يا جماعه، عشان انا عارف ان انتوا بتكتبوا معايا، فببقى مستنيك بقى ان انت تجاوب الحاجه اللي بعدها. ماشي واضح كده ان مش عارفين. ماشي ناخد اجابه نجاة. كريم ايوه كده صح يا كريم، ده الماضي واسم المفعول الاثنين واحد شبه بعض. لو انا جيت كتبت لك كده كده You know what؟ دخلت مثلا انا الشغل الصبح فقلت لهم ايه؟ You know what؟ مثلا You know what happened last night؟ عارف ايه اللي حصل امبارح؟ يعني ايه حصل او حدث؟ بالمره اهو اتعلم دي. Happen، happen يعني يحدث، مش يحدث، يحدث، حدث يعني حصل او حصل، مش حصل على، حدث. ده مين دي؟ مريم ده فايبر.
حصل او حدث. لا happen يحدث او يحصل دلوقتي. حاجة حدثت حصل. والماضي واسم المفعول بتزود ED. ED احفظ الفعل ده لانه معروف ومشهور. happen بالبي مش بالبي. بالبي happen. happen you know what happened last night. عارف ايه اللي حصل امبارح؟ طالما انا حددت انه last night امبارح وعارف التوقيت يبقى ما ينفعش اروحك اقول ايه استعمل have او has. لا استعمل happened. happened you know what happened last night. عارف حصل امبارح ايه؟ ايمان مثلا and summer وسمر فوت اتخنقوا. الماضي بتاع fight فوت واسم المفعول فوت اتخانقوا last night. اتخانقوا مع بعض امبارح. اوه حصل ليه ده؟ what happened why بلا 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 يقعدوا كده. فانت بتقوم قايل فوت. لكن انا ما افتكرش ان انا اتخانقت مثلا مع كريم قبل كده مثلا او مع هشام هنا قبل كده او مع محمد مثلا الصعيدي قبل كده. لو انا ما عملتش ده مش فاكر امتى. انا ما افتكرش ان انا يبقى have fought. انا ما تهيأليش ان انا have fought يعني اتخانقت معاه قبل كده. لكن fought بس لوحدها من غير have او has وانت مش عارف امتى بالظبط يبقى انت بتلخبط. اللي انا قلتها قبل كده الناس هنا بقالها سنين في امريكا لما بيجي يتكلم بيتكلم عن حاجة مش محدد وقتها بالظبط فيقول لك I didn't مش عارف ايه. هو انت اول سؤال هيجي هو انت كنت موجود ساعة ايمان وسمرة اتخانقوا امبارح؟ لا. امال انت بتقول دي انت ليه؟ انت كده بتحدد ان انت كنت معاهم. انت بالنسبة لك اهو كله اجابة في الماضي وخلاص. لكن هنا بيبقى مش عارفين يعني نفهمك قوي يعني. اوكي؟ حد عنده اي استفسار؟ وضحت الكلمة دي كده؟ محمود عليكم السلام. معلش هشام happened. ايوه كده اوكي. وضحت الكلمه دي يا جماعه؟ طيب خد بالك بقى من دي. خد بالك بقى من دي. عندك بص للافعال دي كده. احنا تقريبا اخدنا الفعل ده قبل كده. مش عارف والله اخدناه قبل كده ولا لا. لا بس احنا اخدنا think. ماشي. في عندك fight دي لسه واخدنا ايه فاكتبها صغير. ماشي. وفي عندك think بتهيألي ان احنا اخدناها قبل كده. وفي عندك boy. الاول قول لي think دي عارف يعني ايه؟ think يعني ايه think؟ يعني ايه think اللي في النص؟ وقبل كده قبل ما تجاوب اهو افتكر قلت لك قبل كده لو انت بتحضر معايا لاول مره التي اتش دي بتتنطق بالث والث والث حرف اساسي في اللغه الامريكيه لانها لو اتنطقت سين هتطلع حاجه تانية هتطلع سينك. دي سينك يعني ايه؟ حوض يغرق او يغرق حاجه بتغرق او سينك يعني حوض. فانت بتجيب كلمه تانية فارجوك خلي بالك ده كلمه الث حرف اساسي سينك. اوكي بالث. يعني ايه think؟ ده من الافعال المهمة. برافو ايمان محمود تمام. خلي بالك علشان في حاجتين يعتقد. برافو برافو ما شاء الله كلكم جاوبين صح اهو. ايه ده ايه ده ده كل ده جاوب بسرعة بصح كده. كوثر اهلا وسهلا. اسم اللي الاقيه جديد هتلاقوني كده اسلم عليه. خلي بالك ده معناه حاجتين مش حاجة واحدة بيختلفوا.
معناها يفكر او يعتقد. هل في فرق؟ في فرق، وفي لغتك في فرق. انت عندك يعتقد جاية من المعتقدات، وثينك يفكر يعني بيشغل دماغه، خلينا افكر مش خلينا اعتقد. يفكر ويعتقد، ان الفرق ان يعتقد دي حاجة انت فكرت فيها وخلاص بقت بتاعتك ومعتقداتك، وانما يفكر انت لسه بتفكر فيها. فبتمشي الاثنين، انك انت فكرت ووافقت وتبنيت الحاجة دي فبقت معتقدات، او يعتقد اللي هي المعتقد اللي هو انت خلاص مش محتاج تفكر، انت بتعتقد في كذا، دي معتقداتك. زي الاخ اللي لسه قايل لي مثلا ما تكتبش حاجة على كلام ربنا، ده معتقداته، هو فكر وعملها كده وقرر واعتقد كده وبقت معتقد عنده. لو محتاج ان هو يعمل ري ثينك، يفكر تاني، هل انا بعمل كده علشان قاصد كذا، ولا عشان دخلت فوق الساعة مش عارف اثبت السبورة وانت تتعلم وتستفاد. فالمعتقد هنتكلم عليها بقى في التصريف بتاعها دلوقتي، بس خلينا ننقل على الكلمة التانية. وكلمتك على المعتقد ده في حاجتين، وقلت لك على الملاحظة دي، نشوفكم فاكرينها ولا لا. بس خلينا الاول ننقل على الكلمة التالتة، باي. يعني ايه باي؟ وخلي بالك دي باي، وفي باي تانية اللي هي كده باي، بي واي اي، اللي هي بابا باي مع السلامة، بتتكتب بنفس الطريقة. وفي باي بي واي بس، معناها بواسطة كذا، الحاجات دي اتعملت بواسطة انا، بمساعدات انا. في عندك باي كده وباي كده وباي كده، طبعا ده غير الباي سيبسي بقى اللي هي عاملة كده دي. فيعني ايه باي دي بقى؟ اللي هي بي يو واي. انا وسط هيتقطم من كتر الام القعدة وال هاي. اوكي، يعني طب ما شاء الله كله عمال يكتب صحة، وكريم ونجات وهشام. هشام على طول يعني بيترجم في الدين، بيترجم من الانجليزي سريع. ماشي، كله عارف ايه باي. ماشي اوكي، يشتري. باي يعني يشتري، كله عارف اهو ان باي يعني يشتري. اوكي، احنا اخدنا دلوقتي فايت، اخدنا دلوقتي فايت، واخدنا الماضي بتاعها فوت، صح؟ هكتبها صغيرة كده لان احنا خلاص اكتبناها. طيب ثينك دي بقى الماضي واسم المفعول بتاعها ايه؟ ثينك اللي في النص، ايه هو الماضي واسم المفعول؟ ثينك الاول، ايه هو الماضي واسم المفعول؟ نورة لو سمحت يا نورة، مجيش صوت الدرس. اوكي، كريم صح، ممكن تفتح الفيديو من الايباد وتشوف الكومنتس. بس المشكلة يا سمر ان هيحمل على الواي فاي، والواي فاي بتاع المكان هنا ضعيف. هي فكرة كويسة والله، لان انا فعلا ظهري بدأ يوجعني. Thank you. ففكرة والله نجرب. كله كتب صح. طيب افتكر كويس، نجرب والله يا سمر، لان انا فعلا ظهري بدأ يوجعني. اجرب كده وافتح من وافتح من عندي من الايباد. فين اهو، ونشوف كده اذا كان فعلا ممكن ان انا انت عندك حق. طب انا ليه فعلا ما فكرتش في بس انا اكتم الصوت. عندك حق، انا كده اقدر ان انا، بس انا اكتم الصوت بس كده. ماما
محمود كاتب مش عارف. نورا بليز مش عايز، خلينا ادي الدرس حبيبتي. ماشي كده تصدق عندك حق، بدل انا ما ضهر وسط القطم. ماشي تمام تمام، هاي فكرة هايلة. يا سلام، بص الدماغ الحلوة، ربنا يبارك فيك يا رب. ماشي، محمود كتب مش عارف. اشتري اشتري اوكي. بشير كتب ثوت صح. ماشي، يبقى فوت فايت فوت اهي. طب والماضي واسم المفعول هو نفس الكلام. او يو جي اتش تي وفوت. بص التشابه، عشان هتحفظ كام واحد اهو مع بعض في نفس الوقت من غير ما تتلخبط. انت عارفيني، انت عارفيني انا دايما بدي الحاجات المتشابهات علشان بتيجي بعدين وتتلخبط. هي كانت دي ولا دي؟ الاثنين واحد. او يو جي اتش تي. او ايه ده؟ او يو جي اتش تي فوت فوت. الاثنين نفس الكتابه ما عدا الحرف الاولاني هنا والحرفين بتوع الكلمه دي والحرفين بتوع الكلمه دي. بس ثوت انا قلت انها معناها ايه؟ معتقدات، معتقدات. وممكن يبقى معناها الحاجه اللي عندك في 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 في, في ثقافتك، بانه الشيطان هنا معناها، كلمتك قبل كده على الملاحظه دي، معناها المعتقدات السيئه. ما مش معناها شيطان، الشيطان هنا مش الشيطان اللي عندك، الشيطان هنا معناه اللي هو المرعب، اللي هو بيعمل رعب وافلام الرعب والحاجات ديت، وبيخلي الناس بقى تعمل حاجات كده، ويجيب بقى الصليب ويعلقوه علشان يحمي البيت من الشيطان والكلام ده. فانت لو جيت تقول للواحد الشيطان ضحك عليك وخلاك عملت معرفش ايه وسويت ايه، فيقول لك ايه ده، هو الشيطان جاي لي، فيترعب. فهي ما هوش معناها الشيطان، الشيطان عندك انت معناه هنا bad thoughts. bad في المعتقدات الكويسة good thoughts، والمعتقدات الغلط هي bad thought. ما فيش شيطان. واكبر دليل على انهم بيلعبوا بدماغ حضرتك في الفيسبوك عشان انت عايز تقعد وتأنتخ والمعلومات تجيلك لغاية عندك، ان هو بيعمل ايه؟ ما بيقولكش bad thoughts، لا، يقولك الشيطان بيعمل وبيسوي فيه، الشيطان مش عارف. يجي هنا بقى للامريكان هنا في الفيسبوك بتاعهم يغير، ما يكتبلوش الشيطان، يبتدي يكتب له bad thought، عشان دي الطريقة اللي هو بيفهم بيها. ليه؟ هو عايز يقودك، عايز يخلي يوجه دماغك انها تمشي على مزاجه هو، مش على الصح والعلم اللي المفروض انت تعلمه. اوكي؟ بس انا اللي يهمني انك تبقى عارف ان الكتابة كمان هي نفس الكتابة. طيب باقي مين بقى؟ باقي باي. باي ايه هو الماضي واسم المفعول من باي؟ انا مستنيكو من غير ما لف اشوف هشوفكم من هنا. ايه هو بقى اسم المفعول من باي؟ الماضي واسم المفعول من باي. انا بعتذر طبعا للناس اللي على اليوتيوب، هنزله ان شاء الله زي ما نزلت الفيديو اللي فات على اليوتيوب عشان لو عايز تراجع. سمر كتبت صح، كوثر كتبت صح. هايلة الفكرة بتاعت السكايبي، ولو حد عايز يتصل هشوفه برضه بدل ما انا بجري اشوف التعليقات. هشام انت عايز تشرب ولا حاجه؟ نجاة كتبت صح. محمد حلمي اسمك كده جديد عليا. منذر ولا منتظر؟ منتظر برضك من الناس الجديده تقريبا، الاسم جديد عليا. كتب صح. محمود كتب صح.
مين بقى اللي كتب مش عارف؟ محمد حلمي. بص يا محمد، باي يشتري، اشترى بوت، باينة؟ باينة. بوت بي وبردك او يو جي اتش تي، فالفايت بيميزها حرف الاف ففوت، الثينك بيميزها حرف الايه؟ الث فثوت، الباي بيميزها حرف البي فبوت اشترى، واسم المفعول برضو نفس الكلام. ماشي؟ طيب وفي بوت يعني كده يعني مركب، يعني مركب بوت، فدي غير دي. بس النطق المشكلة في اللغة الأمريكية ايه؟ ان كلمات كتيرة قوي متشابهة، النطق واحد انما الكتابة مختلفة، النطق واحد انما الكتابة مختلفة، فخد بالك الجملة هي اللي بتفرق. عشان كده اللغة العربية مثلا ميزتها ايه؟ ان انا لو قلت كلمة واحدة، كلمة واحدة وقلت مركب، هتعرف، هتقول لي ايوه ماله بقى المركب. انما اللغة الانجليزية ممكن اقول لك كلمة وتبص تلاقي نفسك دخلت في 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 ايوه عايز ايه يعني، لازم تحطها له في جملة وتعرفه هو انت بتتكلم عن ايه علشان يقدر ان هو يعمل فولو معاك ويتابعك، انما انك تجيبها له كده مرة واحدة ما ياخدش باله. فانا هنا حبيت اقول لك خد بالك من الافعال دي، احفظهم مع بعض علشان تبقى ما تجيش بعدين نديك فعل من دول فتبقى متلخبط ما بينه وما بين اللي فات. لا، لما لقيتهم شبه بعض كده قلت ايه اديهم لك مع بعض. طيب منى اسم جديد برضك، اهلا وسهلا، بس هي بي خفيفة مش بي تقيلة، بوت مش بوت. اوبا. طيب فاكرين الفعل ده مش كده؟ لسه متكلمين عليه من شوية. وطبعا مش محتاج بقى اقعد كل مرة اقول لك، لو انت اشتريت حاجة الاسبوع اللي فات من المول فهتستعمل بوت، لكن انت لو اشتريت حاجة من المول ما انتش فاكر امتى، هتقول انا اشتريت I have bought، I have bought، انا اشتريت مرة زمان من المول ده وجبت منه قميص كان كويس قوي. فطالما انت مش فاكر امتى بتقول I have bought، لكن انا مش فاكر بالظبط، لو انا عارف بالظبط امتى لا يبقى بوت من غير هاف، دي خلاص كده حفظناها. اوكي. قبل ما نطلع للنقطة الجديدة دي خد بالك بقى، دي امريكي، دي امريكي. معلش لو انا يعني بحاول اكتب كده بالمعوج. طبعا ده مش ار، ده في الكتابة تي، انما في الامريكي ار. اي بورت، بورت يعني اشتريته، وانا كمان اشتريته من نفس المحل، الستور يعني محل، من نفس المحل ده، فالتي بتتنطق ار، اي بورت. دي بي خفيفة ولا تقيلة يا منى؟ منى حضربي صح كده؟ عشان البتاع بعيد شوية. دي بي خفيفة، انما لو انا نطقتها بي تقيلة زي ما هي نطقت كده فبقت ايه؟ اي بي
طبعا ال R دي هي في الأصل T، هي في الأصل T، بس احنا بننطقها هنا I put it، أنا وضعت القلم ده، وضعته I put it بال P، لكن I bore it بال B الخفيفة، I bore it يعني بي خفيفة، يبقى أنا اشتريته. I put it يعني أنا وضعته، على حسب الجملة طبعا بتفرق كتير، بتخليك تعرف هي أنت قصدك تشتري ولا تضع. بس النطق زي لغتك، بتقولها بي وبي، زي ما قلت لكم قبل كده على رأي مراتي، هيت نحتي يعني إحنا بنتكلم كده، فأنا أقول لها إيه دي زي دي اللي كذا، طبعا أنا بهزر يعني. فعايز أقول لك إن زي لغتك، هم برضك بيحكوا كده، دي بي I bought it يعني اشتريته، لكن دي I put it يعني وضعته. أوكي؟ طبعا أنت ما تجيش مثلا تقول I for it يعني أنا اتخرقت معاه مثلا كلب وقطة أي حاجة مثلا يعني، لا ما تقلفش، هم بيقولوا كده أنت تقول كده، هم ما بيقولوش fought I fought with it أو مش عارف، ما يتهيأليش إنها بتيجي it بعدها، بس حتى لو هتيجي it التي ما بتتقلبش ريه، إنما في دي بتتقلب ريه، ليه؟ عشان دي لغتهم، هم بيقولوا كده فأنا بقول معاهم. واضحة النقطة دي؟ طيب تقدر أنت تبقى تثبت الفيديو وتشوف الجملة دي أو تكتبها تاني. مفيش، خلاص. بس put و buy أو bought بتبقى بتبقى التي التانية ليه في الماضي، غير كده لا، غير كده احنا ما بنعملش كده، بس دي كده بس. وطبعا put اللي احنا اخدناها قبل كده دي put والماضي put والاسم المفعول put، التلاتة زي بعض. اوكي طيب بص، دي انت اخدت grow، بقالنا قد ايه؟ بقالنا كتير اخدت grow مش كده؟ طيب واخدت الماضي بالاي grew، وبعد كده اخدت growing، تمام؟ طيب يعني ايه دي؟ قول لي كده يعني ايه دي؟ زي كده حبيبتي انتي، ربنا يخليك يا بنتي. يعني ايه الكلمه دي درو؟ يعني ايه درو؟ يعني ايه درو؟ صح يا سمر، كوثر صح، ايمان صح. طب وبالنسبه للشباب؟ طيب ايوه كده، محمد حلمي قال لي ايه، وقع او سقط؟ لا، وقع يا محمد او سقط يعني فول، فول دي يعني وقع او سقط. اوكي فول فيل فولين، بس احنا بناخدها بعدين، بس يعني دي ليك كده في السريع. منتظر صح، عرفات صح، عرفات فينك يا راجل، ويحيى صح، الناس اهي بدأت تظهر تاني. منتظر كتب تاني يسقط بالصاد، يسقط بالصاد، وليه يسقط اصلا؟ نجاة صح، احمد الشيخ حمد الله على السلامه صح، محمد حلمي ايوه تمام، قال لي تمام ماشي اوكي. كل الناس، هو درو يعني يرسم يا جماعه، يرسم. لو انت عندك في جوجل مثلا بيقول حاجه تانية، فاعرف انه ايه، بيتكلم بيحكي مع نفسه. احنا بنستعملها درو يعني يرسم، درو. الماضي بتاعها ايه بقى؟ الماضي ماشي، الماضي ايه بقى؟ الماضي بتاعها ايه بقى؟
عشان الماضي واسم المفعول غير بعض. نورة هات المية يا نورة. هات المية اشرب. مية؟ اشرب؟ Thank you. هات اشرب عطشان. احترم نفسك. خليش انتقد منك قدام الفيديو. الماضي. وائل اهلا وسهلا بيك. تعادل؟ يعني ايه تعادل؟ من الناس الجديدة اهو. احمد كتاب له اي ان جي. الماضي. الماضي يا جماعة. الماضي ايه بالانجليزي؟ استاذ احمد الماضي يعني ايه اي ان جي؟ ايوه كده. يحيى لطفي صح. يعني ايه انا رسمت؟ انا رسمت كذا مثلا امبارح. انا رسمت كذا. لا يا منتظر ما تحطلهاش اي ان جي. ما يبقاش ماضي كده. يا جماعة انسوا حاجة اسمها اي ان جي. امساها خالص. انساها ما تحطهاش في الفعل. بصوا لو انتوا فاكرين ماشي هتكلم عليها دلوقتي. كنت فاكر تعادل في نتيجة كده زي المباريات. لا لا لا. معناها تعادل. الفريق ده تعادل مع الفريق دوت فبقت اسمها درو. درو ايه ده؟ لا نجات صح. مش عارف جبتها منين الكلمة دي. ازاي ايه اللي دخل دي في المباريات؟ لا نجات. لا نجات قصدي صح. شفت وين لخبطتني. نجات صح. حد تاني يا جماعة؟ في حد؟ طب مش عارف. درو يعني يرسم. التصريف التالت؟ لا ولا التصريف التالت. احنا بنتكلم يا استاذ احمد في الماضي. ومال وائل اغلط زي ما انت عايز. اعمل اللي انت عايزه. ما هو انت لو غلطت هتتعلم. لو كل حاجة انت عارفها يبقى انت محتاج تطلع مرحلة اعلى. منتظر. ايوه احسنت. احسنت بس ايه؟ بس هي مش او هي ايه. التانية دي مش او هي ايه. ايوه استاذ احمد مظبوط كده. بالاي. بص جرو زرع او كبر او عمل بالاي. وديت برضو درو كده. درو رسامة. درو بالاي. اهو اديك عرفت يا سمر. درو بالاي زي جرو جرو درو درو. اوكي طيب ايه بقى اسم المفعول؟ الباس بارتيسيبل. البي بي اسم المفعول ايه بقى؟ بص انا كتبت ايه من غير الواو. اسم المفعل. ماشي يا استاذ احمد. اسم المفعول ايه بقى؟ اسم المفعول ايه؟ انا كنت رسمت كده او لونت حاجة كده على الحيطة بس مش فاكر امتى. فرسمت بقى اسم المفعول ايه بقى؟ وفضلت موجودة على الحيطة لغاية دلوقتي يا جدع ما طلعتش. طب ودي رسمتها امتى يا منتظر مثلا؟ رسمت امتى؟ مش فاكر يا جدع. بس انا فاكر ان انا I have ايه بقى؟ رسمت على الحيطة على الوول الحيطة دي رسمت مثلا اي حاجة عربية بطة وزة كذا مثلا بس مش فاكر امتى. ايه هو بقى اسم المفعول اللي يجي بعد have؟ ماشي. او بنتي اي نورة رسمت او شخبطت حاجة على الحيطة او رسمت حاجة على الحيطة زمان وهي صغيرة بس مش فاكر امتى. يعني ايه بقى الاسم التالت؟ مين؟ استنى. منتظر. نجات. صح. بص مش انت عندك جرو حطيت لها ان هنا في التالت ده صح؟ يعني انت حطيت ان هنا بقى اسم المفعول. في درو هتعمل نفس الكلام هتقوم جاي مزود ايه؟ ان هنا بس كده. شفت انا بحاول اقرب لك الدنيا ازاي؟ بس كده. فانت درو دروين. جرو جروين.
اوكي هتقوم مزود حرف الان. حلو كده مظبوط يا يحيى. تمام اي سمر اي خلاص سمر بقت عارفاها كويس. واضحه كده؟ مش محتاجه اديك امثله قوي لانك عارف صح. احنا طولنا يا جماعه؟ لو طولنا قولوا. الساعه بقى 2:15 ماشي. بص بقى الفعل ده عشان هكلمك على صيغه جديده خد بالك منها. يعني ايه ست؟ ست بالانجليزي مش بالعربي. وهوريك حاجة تانية انت بتستعملها في الانجليزي بتاع بلدك غير ما احنا بنتكلمها هنا. كوثر كتبت صح، احمد كتب صح، ايمان كتبت صح. سهلة صح؟ سهلة. ست كله عارف انها يجلس. ليه عرفت انها يجلس؟ مع انها موجودة في تليفونك. ها بتتكتب اس اي تي عشان انت عارف انها بالاي. انتوا بيكتبوها في التليفون ايه؟ اعدادات صح؟ يعد او ينظم يعد حاجة مش كده؟ انما دي بالاي. بالاي معناها يقعد. محمد حلمي او غلط؟ لا يجلس صح. يعني ايه او غلط؟ يجلس صح. لا يجلس صح يعني ايه او غلط؟ ماشي. فعشان بس تبقى عارف ان دي غير دي. ماشي؟ معناها يجلس. طب الماضي؟ عشان اكلمك على حاجة دلوقتي. طب الماضي بتاع ست ايه؟ الماضي بتاع ست ايه؟ مستنيك اهو. انت رحت فين؟ اهو. معلش دوست على حاجة انا كده. معاكم انا الحقكم؟ حد كتب حاجة؟ تمام. مين متأكد بس هو سات ستن. ما هو بص يا منتصر الافعال اللي موجودة دي استنى نشوف كده هتطلع واضحة ولا لا. الأفعال اللي موجودة دي باينة؟ شوف كده تظهر عندي في الشاشة عندي أعرف إنها ظهرت عندكم واضحة. ديت أنا مش جايبها من عندي، يعني مش جايبها من عندي يعني إيه؟ يعني أنا مش مألفها وكاتبها لكم. ديت موجودة على الصفحة عندي. الأفعال دي كلها موجودة على الصفحة بالرسومات. فانت لو مش متاكد ارجع للافعال دي واحفظها. لو انت رجعت الافعال ديت اللي انا حاططها على الصفحه عندي ارجع كام بوست كده تحت في الفيسبوك اطلع ارجع هتلاقي ايه انا حاطط الافعال ديت بالصور بتاعتها بالتصريف هي موجوده. انا نقلتها من ديت على الورقه دي لما كنت في الشط. بص اهو لما كنت في الشط بص ادي الورقه اللي حاطينها لي كانوا حاطينها لي في السويت عندي علشان يقول لك ايه الحاجات اللي تاخد بالك وتتبعها. بص انجليزي قد ايه؟ لو حضرتك ما انتش عارف اللغه وجيت غلطت في حاجه من ديت من حقه ان هو يحاسبك $250 باينه هنا كده؟ هيبقى شايفين الرقم $250 ده؟ استنى انا اعمل لك عليه دايره. شايفين الرقم ده $250 فين هو؟ باين كده؟ شايف اللي حوالين الدايره ده؟ شايف؟ من حقه ان هو يحاسبك $250 غرامه
علشان انت عملت الحاجة اللي موجودة دي غلط، انك رميت حاجة من البلكونة مثلا، من حقه ان هو يحاسبك على ايه؟ على ده. ليه؟ عشان انت مش عارف. هتقول لي كل ده انجليزي، مين اللي هيقرا ده كله؟ لا، بيقروا ده كله. انت لازم تكون عارف، عشان تعرف ده، عشان تعرف الكلمات دي لازم تكون مذاكر معايا من هنا، تكون متأسس من هنا، اوكي؟ فانت ارجع للبوست اللي فيه الافعال والصور والحاجات دي، وانت هتلاقي الـ 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 الافعال دي احفظها، اوكي؟ ماشي. الناس كتبت صح، الماضي واسم المفعول هو واحد، sad. الماضي واسم المفعول واحد، sad. اوكي، يعني ايه؟ يعني ايه؟ sad داون. يعني ايه sit down؟ ده فعل امر، فعل امر بسبب كلمة داون. اجلس، مش اجلس تحت، اتفضل اقعد. ماشي، sit down يعني ايه؟ اجلس، اتفضل. صح يا كوثر، اتفضل اقعد. فانت لو قلت sit من غير داون، يبقى انت ما بتعملش عندنا في اللغة هنا فعل الامر. ماشي؟ طيب، خلي بالك، لو انت عايز تقول على اجلس على الكرسي ده، هتستعمل امرين، sit down on this chair مثلا، او seat، اقعد على الكرسي ده. طيب بص، انت بقى عندك في بلدك بتعمل ايه لما تيجي تقول للحد اعمل الحكايه دي؟ ما بتستعملوش، خلي بالك، انت ما بتستعملش دي. هوري لك انا يعني ايه الفعل ده. يعني ايه الفعل ده؟ W R I T E write. يعني ايه الفعل ده؟ واضح؟ صح يا كوثر؟ يكتب، مش كده؟ صح يا منتظر، يكتب. طيب، لما بتيجي تقول للحد خد الورقة دي واكتب لي كذا، بتقول له خد ورايت كذا، مش كده؟ لا، لازم تقول له رايت داون. لازم تقول له ايه هنا؟ لازم تقول له رايت داون يور نيم بليز، اكتب اسمك، مش رايت يور نيم، مش رايت يور نيم، رايت داون يور نيم. فتقول له فين؟ يقول لك، يشاور لك عليها، او ممكن يقول لك خد ورقه واكتب عليها. فرايت داون اون ذا ابلكيشن او ذا بيبر او وريفر، اي حاجه هناك كده، اوكي؟ فبتبقى لازم تستعمل داون لما تيجي تكتب يا سمر، لما تيجي تكتب رايت لازم تستعمل داون، زي ما هنا بتستعمل ست. يجلس على، لكن انا لو عايز اقول انا اجلس على الكرسي، ما اقولش I sit down on the chair، غلط. داون بتاعة sit او write لفعل الامر، اوكي؟ ما اتعودت انك تحفظ sit down يجلس، sit down لا، sit down اجلس. فلما اجي اقول ان انا اجلس على الكرسي، يبقى I sit on، مفيش I sit down on، اوكي؟ مفيش انا اجلس على الكرسي. انا اجلس على الكرسي يعني ايه؟ مفيش داون. شيل داون طالما ما بتستعملش فعل الامر، اوكي؟
صح يا منتظر، انا كنت لسه اسال السؤال ده. شيل داون طالما هتستعمل هتستعمل لو هتستعمل فعل الامر اكتب داون، لو مش هتستعمله اكتب. طيب خد بالك من دي، في كمان رايت ديت نفس النقطة انما الكتابة مختلفة. حد عارف التانية دي معناها ايه؟ ليها بالظبط معنيين غير بعض. رايت ديت ليها معنيين غير بعض، حد يعرفهم ايه هما؟ الهدف مش انك انت تطلع ما تعرفش، الهدف انك انت لما ما تعرفش تعرف، لو غلطت تعرف، لو شفت دي تقول اه انا مش هنساها لان المستر حط لنا دي جنب دي وقال لنا كذا. ليها معنيين يا استاذ احمد محمد حلم، هو صح بس ليها معنيين، يمين او ايه او صح. برافو عليك يا سمر، يبقى ليها ثلاث معاني كده، في معنى ثالث كمان، في حاجة ثالثة المصريين بالذات حريننا بيها. في حاجة ثالثة المصريين حريننا بيها، يعني لو حطيت اس هنا يبقى معناها ايه؟ طيب معناها يمين او صح، ماشي. لو حطيت اس يبقى معناها ايه؟ اهو انا هكتبها لكم اهو عشان لو حد مش عارف، يبقى يمين او صح او صحيح، ماشي، او تمام، يعني تمام رايت تمام. لو انا حطيت اس يبقى معناها ايه؟ لو انا حطيت حرف زودت الاس هنا معناها كل الحاجات اليمين او كل الحاجات الصحيحة؟ لا، ليها معنى تالت، حد عارفه؟ حد عارف؟ ايوه كده يا سمر، معناها حقوق، يبقى يمين او صح او حقي، ده this is my right، ده حقي انا عايز كذا. اوكي كنت عايز اقولك ايه تاني؟ الماضي بتاع رايت روت وريتن، صح يا كوثر؟ بسبوسه باسم ابني صحي حبيبي وجاي طبعا لابوه. يا بابا لا روح عند ماما، انا بدي الدرس، هخلص الدرس واجي هلعب معاك. حاضر، عايز تتكلم؟ انت لما بتقوم من النوم صوتك بيطلع، اتغيرت انت بقى صوتك عالي، روح اديله اديله المفتاح يا روح، مش هتطلع انت بعيده، تعالى خديه تعالى خديه. معلش يا جماعه الاستاذ باسم بيسلم عليكم بس مش اكتر. ايوه ده زي سمر، هيومن رايتس حقوق الانسان. وقلنا الماضي روت، الماضي روت واسم المفعول ريتن، اسم روت عشان الصوت يبقى واضح، روت ريتن، فاكرين زي رايد اللي هو يركب، فاكرين خدناها المره اللي فاتت، رود ركب، ريدن فاكرين، ريدن دي ريتن بالتي وفيها سنه ده، لو انت عايز ريدن، ريتن از ريتن حاجه مكتوبه، خلاص كتبت مكتوبه written. اوكي الله يخليك يا استاذ محمد، ماشي. في حاجه تاني قلت لك انا من النقطه دي، خلي بالك وانت بتستعمل، خلي بالك وانت بتستعمل اكتب، لما تقول لحد اكتب write down please، لان انت بيحصل انك انت ما بتاخدش بالك انك تستعمل down. اوكي فعندك رايت وعندك رايت وعندك قلنا قبل كده عندك ايه رايد، فاكرين بالدي مش بالتي اللي هي يركب او ركوبه، الرايد يعني عايز توصيله، فخد بالك التي من الدال تفرق، عشان كده بقولك اتصل وانطق عشان صوتك يطلع، علشان تنطق زي لغتك، الحرف بيختلف برضو، هنا الحرف بيختلف.
ماشي. ما شاء الله انتم مطولين كده لحد يا جماعه، كفايه كده ولا عايزين نكمل؟ لو عايزين نكمل قولوا، انا ما وريش حاجه، انا قاعد اصلا، انا اصلا لا قاعد في بيتنا ولا ورايا حاجه هنا اعملها، ف انا بعيد عن البيت بتاع ساعه ونص كده ولا حاجه، فما فيش حاجه هنا تتعمل غير ان انا اروح اتمشى شويه في المول العب العيال. فلو عايز نوقف على كده وقف، لو عايزين نكمل اكتب لي كمل، لو عايز كفايه كده كفايه. الافعال دي اصلا مش هتخلص. اهم حاجه عندي انك تحفظ، تتعلم، تحطها في جمل، يعني تحاول تستفاد. نكمل ولا ايه؟ محدش رد عليا. ملك الحمد لله على السلامه، كمل. وايمان يعني انت معانا يا ملك، بس مش بتشارك يعني. وايمان كمل، وكوثر كمل. طب بالنسبه للشباب، وايناس اهلا وسهلا، ده اسم جديد، كمل. وسمر نكمل. ونجات كمل. الله، امال الشباب فين؟ عرفات اهو الحمد لله، كمل. حاضر، انا بس ببقى مشفق على الناس اللي بتيجي تراجع الفيديو انه بيلاقي الدرس طويل. منتظر استاذ قبل ما تروح، ممكن تعطيني المواعيد بتاع المواعيد؟ انا المواعيد كل يوم اثنين، النهارده هو الاستثناء الوحيد. خش يا منتظر، اعمل لايك على الصفحه بتاعتي على اللي انت معانا عليها على الفيسبوك، هيظهر لك على طول اذا عملت اي فيديو او 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 درس. انا مش عارف انت من اي دوله، بس هتلاقي بوست في واحد قاعد على كرسي جنبه اباجوره كده اللي هي تيبل لامب اللي بتقول عليها لو انت من دوله عربيه، وقدامه تلفزيون، هتلاقي المواعيد. والدرس الجاي هقول لكم المواعيد هيبقى شكلها ايه في رمضان ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه، كمل. ماشي محمد حلمي، لو وقت حضرتك يسمح، انا قاعد فاضي اهو. اهلا بيك استاذ، انا حلمي اتعلم انجليزي. لو حلمك تعلم انجليزي خليك معانا على اللي اتعلم امريكي، وان شاء الله هتتكلم انجليزي زي اللي احنا بنتكلمه في بلدنا هنا. انا اقصد طبعا الانجليزي اللي هو الامريكي، اللهجه بتاعتنا. مفيش مانع يا ناس انك تتعلمي على اليوتيوب وكده، دايما بقول، بس خدي بالك اتعلمي، مشي الفيديو 5 دقايق في اي يوتيوب موجود، اي فيديو كفايه انك تتعلم 5 دقايق و10 دقايق وتكمل الفيديو بعدين، لان هما بيدوا معلومات كتير قوي 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 قوي، ومن غير يعني بيحشروا دماغكم معلومات كتير قوي في وقت قليل، وده مش كويس. الحاجه الثانيه اللي انا نبهت عليها، مهم جدا انك تشوفي الفيديو اللي فات يا ناس اللي انا اتكلمت عليها. خلي بالك المعلومه دي خطيره على حياتك عامه، مش في اللغه بس. التدرج غير الاكاديمي المتخصص في المعلومات خطير جدا، ودي من الحاجات اللي انا كلمتكم عليها. خد بالك، خد بالك يا ناس، عشان اركز على النقطه دي لانها مهمه. انت بتخش ابتدائي بتلاقي منهج سنة اولى غير سنة تانية غير سنة تالتة وهكذا، بعدين مثلا عندك اعدادي، بعدين عندك ثانوي، صح؟ انت بتخش على اليوتيوب تتعلم انجليزي مثلا بتاع منهج ثانوي، وانت ما خدتش ابتدائي اولى وتانية وتالتة. لازم تاخد المعلومة متدرجة زي ما انا ماشي معاك كده، عشان لما توصل لثانوي بيبقى المفترض انك مريت على دول. انما اللي بيحصل ايه؟ انك انت بتاخد معلومات من هنا على معلومات من هنا على معلومه قديمه من هنا، وتعملهم خلطبيطه كده، وتقوم جاي قال انا بعرف انجليزي. فتبص تلاقي نفسك بتعك عك يعني ما اقولكش، وهتلاقي اجابات زي اللي انا بقعد اشوفها كده ملهاش اي علاقه بالانجليزي. ولما تيجي تكتب لي حاجه بتكتب لي يعني لخبطه، انا ما بقاش فاهم اي حاجه. يا بلد بقى لما تيجي تتكلم مع حد انجليزي ده ليه؟ علشان انت ما عملتش التدرج ده. اوكي؟
ارجوك اعمل التدرج ده ان شاء الله. تبدا من القصص الاطفال اللي الصوره جنب الكلمه زي اللي انا حاططها لك على الفيسبوك هنا في الـ في الـ في البوستات اللي فاتت، وكتبت لك الكلمات بالصور دي عشان تحفظ الكلمه زي ما احنا بنقولها، تفهمها زي ما احنا بنتعامل بيها مش زي ما انت تعتقد. قلت لك قبل كده انت ممكن تلاقي جيم ميم لام في لغتك وتفتكر انها جمل، مع انها ممكن تكون جمل وممكن تكون جا ملا، يعني يجمل الحاجه ويخلي شكلها حلو. ازاي ده بقى؟ ازاي ده بقى؟ علشان انت عارف في لغتك مشيتها واحده واحده. ارجوك اعمل كده، امشي واحده واحده، ما تنطش في المعلومات وتجيب معلومه من الشرق على معلومه من ثانوي وتحطهم على بعض وتفتكر ان ده انجليزي. اوكي ماشي. عايز تتعلم على اليوتيوب روح اتعلم. انا ما بقولكش لا وهتعمل كده، بالعكس اعمل، بس خد معلومه واحده دخلها جوه دماغك، طبقها كويس، اعملها اخراج زي الاكل والشرب اللي بتاكله في شكل تطبيقات تركز في دماغك تبقى عارف انت بتعمل ايه. انما جمع 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 ما ينفعش. او انك انت مريح وتيجي طول الاسبوع مريح وتيجي النهاردة بس تتعلم، انت بتتعلم بسرعة الارنب. الارنب ايه؟ قصدي النملة. اوكي. الفعل ده يعني ايه؟ وانا منتظر هعمل تاني شير. حاضر. اهلا استاذ، كل اتنين يكون معاك ان شاء الله. انا من العراق وعمري 18 وفي المرحلة الثانوية. اسكت يا منتظر ما تفكرنيش، لان بص يعني احنا عندنا اهو انك انت ممكن تكون في ثانوي وعبال تنجح وتاخد في الشهادة ومثلا والانجليزي بالنسبة لك فعل زي ده مثلا صعب عليك، يبقى اعرف ان انت حرام والله بتضيع عمركم وسنينكم وسنين عمركم في, في, في تعليم. انا لو عيالي انا ما دخلهمش المدرسة احسن. ماشي. سمر كتبت يعطي، ملك كتبت يعطي صح، محمد اعطني صح. طيب الناس كتبت ايه؟ معظمها كتب صح يعطي. طيب الماضي بقى ايه؟ الماضي بقى انا رجلي وجعتني جدا، الكلمه دي مش مريحه خالص. الماضي بقى يعني ايه؟ الماضي يعني ايه بقى؟ انا جنبكم هنا، انا معاكم هنا يا جماعه بس بفرد رجلي. الماضي بتاع جيب ايه؟ عادي لو بتدور علشان تعرف، ده شيء ما يضايقنيش على فكره. لو بتدور نجات الماضي بقى، لو بتدور على النت عندك او في حاجه علشان تعرف، ده شيء يبسطني جدا، لان التعليم اساسه انك انت تدور وتعرف، مش ان انا اديك المعلومه. ودي من ضمن الحاجات يا جماعه، دي من ضمن الحاجات اللي احب اقولها لك المفروض تتعلمها، المفروض انها تبقى في منظومه التعليم عندنا، انك انت تدور على المعلومه وتطلعها، مش حد يديها لك وانت قاعد مريح ظهرك وقاعد على الديسك او الكرسي او الدكه ولا ما اعرفش ايه. ماشي. كوثر كتبت صح. سمر ربنا يبارك فيها هي ومنتظر على طول، ادوني كمان اسم المفعول ونجاة صح وملك صح. طب اسم المفعول ايه بقى؟ الإجابة صحيحة، اسم المفعول ايه بقى؟ جيف في مد كده شوية لما تيجي تنطقها في الماضي. ما تبقاش بليه. I gave you this.
بس تبقاش جيف جيف ديت تلاقي فيها سنه هي جيف مي جي جي انما الثانيه جيف كده جي فيها اي كده ماشي زي نيم جيف صوتي واضح فاكرين ديت فاكرين ديت فاكرين لما قلت لكم مسموش فيسبوك اسمه فيس باليه ي نيم فيس فاكرين بيب كده فاكرين الدرس التاسع والعاشر لما كنت بتكلم على الحاجات دي فيها سنة يه لو نشلنا الحرف الثالث الاي ده كانت هتتنطق بشكل مختلف لكن عشان في حرف الاي واي شايفين الحرف اللي بيجي ما بين الاي والاي فيتنطق يه gave name face يعني ده اسمه فيسبوك مش فيس مش فيس كده فيس لا فيسبوك في ي اي زي نيم كده اوكي في ي بالمنظر ده انما دي جي جي جيف مي جي جيف مي واضحه كده طيب اسم المفعول انا اديتك البتاع ديت مش انا اديتك الماركر ده انت بتستعبط تقول لي ما خدتوش ما انا اديتك الماركر ده قبل كده فانت ايه هتحط اسم المفعول ازاي ايوه عرفات اهو كاتب كلكم ما شاء الله ومالك كاتبها صح وكوثر برضك ده هتقوم مزود نون صح هتقوم مزود نون اعطيتك كذا طيب ماشي نديكم ده كده ونحاول ان احنا نختم قريبا الفعل ده هديهولك ده مهم كان نفسي ابدا بيه المره الجايه علشان علشان الناس اللي بالها يعني مش هتقدر ده تشوف الفيديو بعدين طويل ولا حاجه بس ده مهم يعني ارجوك احفظه كويس أرجوك افهموا كويس يعني ايه جو يعني ايه جو سهلة ايه؟ صح يا منتظر احمد امين اهلا وسهلا بص انا بلاحظ لما يكون في اسم جديد وسمر وكوثر وعرفات صح سهلة اهو ايوة صح يا ملك يعني ممكن يبقى يذهب او فعل الامر اذهب خدت بالك انت انا قلت لك رايت يعني يكتب لكن لما اقول لك اكتب بيبقى رايت داون اوكي لانك بتستعمل حاجه يعني ما اعرفش هي كده يعني يمكن عشان انت بتستعمل حاجه على حاجه رايت داون اقعد على كذا فسيت داون انت بتعمل حاجه بوت داون حط القلم ده فانت بتستعمل حاجه على حاجه فبيطلع حرف جر عرفات سريع قوي ما شاء الله عليه ماشي لكن لما اقول ان انا مشيت او ذهبت او انا رحت المكان الفلاني بيبقى الماضي ايه بقى ارجوك لازم تكون واخد بالك من الفعل ده بالذات علشان بنستعمله كتير وبعدين ما تجيش تقول حاجة غلط يعني احنا بنستعمله كتير قوي عايز اقول ان انا رحت المكان او ذهبت للمكان الفلاني او رحت وطبعا انت عارف في لغتك ان الماضي ذهب انما ذهب
كده ذهب كده اهو تبقى معناها اللي هو الذهب اللي احنا بنقول عليه ذهب بتبقى جولد. وان انت في دول كتيره ما بتقولهاش بالزين بتقولها بالدال، انما بتبقى عارف انها في اللغه العربيه بالذال، فتبقى دي حاجه جولد دي حاجه ومشي ده حاجه تانية. اوكي منتظر وعرفات وكوثر وسمر ومحمد ومحمد محمود محمد ايوه ومحمد حلمي وملك كلهم كتبوها صح. ماشي طيب اسم المفعول بقى خلي بالك انت ممكن تبقى حافظ وساعة التطبيق تنسى. عايز تقول انك رحت المكان ده قبل كده فبتقول ايه I went to this place before صح؟ مظبوط يا احمد. احنا بقى ممكن نعملها بالشكل ده، يعني انا لو كتبت كده I مثلا ايه هل ال 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 الكتابة دي صح ام خطأ؟ هل الإجابة الكتابة دي I went to Egypt before هل الإجابة دي صح أم غلط؟ شعبان أنت تأخرت أوي يا شعبان، إحنا خلاص هنمشي، ده إحنا بقالنا يجي ساعة ونص ولا أكتر وكل ما عايز أقفل الناس تقول لي كمل. أحمد أمين صح، منتظر صح، ملك كاتبة صح. السؤال I went to Egypt before هل الكتابة دي صح أم خطأ؟ الجملة صحيحة أم خاطئة؟ عشان كده بقول لك خد بالك في التطبيق. طب غلط ليه يا شعبان؟ يعني قصدك ان انا بكتب حاجة غلط؟ طب غلط ليه يا شعبان؟ شكرا يا شعبان. غلط ليه بقى؟ ايوه صح يا احمد يا امين، بس كمل بقى كلمه بيفور. ملك بتقول لي صح. طبعا عشان بس اعرفك حاجه، احنا غالبا ما بننطق بنقول I have been، يعني انا كنت موجود في في في, في مصر قبل كده، بس انا ما اقصدش من الجمله هو احنا بنقولها ازاي، انما اقصد منها هل هي صح ام خطا. بص ناس كتيره من اللي بتجاوب مش يا جدعان قول عادي انها صح او قول انها خطا زي ما يعجبك، زي ما شايف او تشايف كده قول انها صح او غلط. محمد محمود كتب لي خطا، بس طبعا لو خطأ قول لي خطأ والصح كذا. زي ما مين عمل كده؟ زي ما احمد امين عمل. يعني لو خطأ قول لي يا خطأ لان هي المفروض تبقى كذا. انا مش عايزك تبقى عمال تحفظ افعال والماضي والبتاع وساعة التطبيق تتلخبط. منتظر كتب لي صح. رغم ان انا بقولها كل درس بس شايف ساعة التطبيق هتلاقي نفسك بتبقى مش عارف هي صح ولا غلط. طب اعرفها ازاي مع ان كل درس بقولها بس ايه ما بتاخدش بالك انت قوي ساعة التطبيق؟ هو ده اللي انا بحاول اعمله معاك، عشان كده الدرس لايف.
لا مش واستعمل نفي ليه؟ ما انا بقول ان انا رحت. انا ما بتكلمش على اني ما رحتش يا شعبان، انا بتكلم على اني رحت. انا رحت مصر قبل كده، فانا رحت مصر قبل كده، هل ده صحيح؟ الفرق هو اسلوبنا في الكلام يا احمد يمين بس كده، مش عمليه ان هو الفرق بينهم ايه. انا رحت غير انا كنت، ما هي بعينها تقريبا. ما انا رحت المول او انا كنت في المول، ايه الفرق؟ ما هي بعينها هي بس. كل ممكن يبقى الفرق ايه، ان انا رحت بس المول بس ما كنتش جوه المول مثلا، كنت بره مثلا، بس ذهبت لهناك بس ما دخلتش جوه مثلا. لو عايز تفرقها قوي كده، لكن هي واحد. محمد حلمي تمام. عرفات معرفش جاب هاد دي منين. ماشي، انا بص عرفات اعتبرها لك صح، لان احنا لسه ما اتكلمناش على هاف وهاد والكلام دوت وايه الفرق ما بينهم. بس عايز اقول لك على حاجه في التطبيق، خد بالك منها. طالما انت مش محدد امتى بالظبط انت عارف عملت الموضوع ده امتى او اللي حصل او كده، خليك في هاف او هاز زائد اسم المفعول. خليك في هاف او هاز زائد اسم المفعول، ماشي. فالجملة كده خاطئة، الجملة كده مش صح، الا في حاجات حابة اكلمك بعدين امتى تعرفها بالظبط او امتى تبقى كذا لو حصل كذا. مش دي القصة، انا كل اللي يهمني حاجتين في الجملة دي، اول حاجة لو انت مش عارف الوقت، لو الوقت التوقيت يعني او التوقيت، توقيت احسن، التوقيت لو محدد يبقى استعمل الماضي، لو غير محدد يبقى استعمل هاف او هاز زائد اسم المفعول. والتاني حاجة انك انت ممكن تقول كده apostrophe ve او apostrophe s زائد اهو، او بعدها على طول gun. وطبعا gun غير المسدس اللي هو gun، اوكي. تستعمل أبصر في في اي او اس زائد اسم المفعول اللي هو gun. go win gun. احنا with يعني مثلا لو انا I've هتبقى I've مثلا I've gone to Miami beach before، رحت انا الشط بتاع oh man it was amazing، كان هايل، استمتعنا جدا، have a lot of fun، استمتعنا جدا. فانت بتعمل ايه؟ I've اختصار، ينفع انك تقول I've، او زي ما احنا بنقول she's gone مشيت. انت معرفش بس she's not here she's gone، ماهيش هنا، مشيت. يعني ايه she's gone؟ يعني she has gone، بس احنا ما بنقولش she has gone، بنقول she's gone. والأباسترفي is مش اختصار is، اختصار has، اوكي، اختصار has. تمام كده يا جماعة؟
حد ليه اي سؤال؟ حد ليه اي سؤال؟ حد ليه اي سؤال يا جماعة؟ انا بصراحة تعبت من القعدة دي والدرس كده طول قوي، فاحنا نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي في الميعاد عادي بتاعنا يوم الاثنين ان شاء الله القادم باذن الله، ويا رب يكون المرة دي في الاستوديو ما اروحش حتة. اتمنى انك تكون استفدتوا، ارجوك اهتم بالمعلومات النفسية اللي بقولها لحضرتك ديت بجانب الدرس علشان نفسك، علشان تتعلم كويس، علشان حياتك عامة. حاول تذاكر كويس الكلمات، حاول تنطق بصوت عالي بحيث لسانك يسمع، ودانك تسمع الكلام اللي انت بتنطقه عشان صوتك ما يبقاش غريب لما تيجي تتكلم. لو حد عنده سؤال يسأل قبل ما نقفل. Are you gone to Egypt before؟ لا محمد السؤال ما بيجيش كده خالص، انا مش عارف ليه انت بتسأل بفيرب تو بي واحنا لسه ما خدناهوش. بس عامة ما بنقولش رحت، احنا عامة بنقول have you ever been at Egypt before؟ ما عمركش رحت مصر قبل كده؟ لما بنسألها بنقول have you ever been، هكتبها لك اهو. انما gone ما بنقولهاش اللي هي ذهبت، اصل يعني ذهبت يعني كنت هناك، رحت هناك، احنا قلت لك الثقافة بتختلف، ما بنقولش رحت، انما بنقول عمرك ما عمركش كنت في المكان ده قبل كده، فبنكتبها كده. لان ده مكان فانت بتكون فيه مش بتذهب له وخلاص، واخد بالك؟ فاحنا في الحوار بنعملها كده Have you ever been، ده اللي هو اسم المفعول اللي هناخده بعدين من قاعدة اسمها verb to be، اللي هي ايه؟ am was were was and where، and اسم المفعول بتاعها been. ما عمركش have you ever been at Egypt before، او ممكن تعتبرها visit مثلا او كده مثلا، عمركش زرت مصر قبل كده، عمركش كنت في مصر قبل كده مثلا، فما بنستعملش ذهبت دي الا لو انا عايز اقول لك مثلا ما عمركش رحت المول ده قبل كده مثلا، او ما عمركش رحت المكان ده مثلا. غالبا بنستعمل بين لانك انت بتروح تعيش فيه شويه، يعني مش هتعدي على مصر وتمشي على طول. لكن انا لو ذهبت بقول لك ما عمركش رحت المول ده قبل كده، او الجروسري ده، او الستور ده قبل كده اشتري منه حاجه، ف بنستعملها كده لو انت بتسأل على ده. في اي سؤال تاني يا جماعة؟ في اي حد عايز يسأل على اي حاجة تاني؟ تمام انتوا كده؟ ماشي، الله يسلمك. بكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى. كويس قوي كده، عشان لو حد حب يراجع الدرس لما نزله على اليوتيوب، لو عايز يراجعه، عايز يكتب حاجة، عايز يكتب ملاحظة، عايز يحفظ حاجة، ما يبقاش الدرس طويل قوي عليه. ان شاء الله نشوفكم يوم الاثنين الجاي عادي في ميعادنا، والاثنين الجاي ان شاء الله هقول لكم المواعيد ازاي هتبقى في رمضان، وهعمل لكم بوست بكده حاضر باذن الله. الدرس الجاي هنتكلم عن حاجه جديده مهمه، خلي بالك منها، ان شاء الله تستفاد منها كتير. اتمنى انك تكون استفدتوا، انا اللي متشكر لكم جدا، واتمنى انكم استفدتوا، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل الافعال ديت، ونحاول نكون لك قاعده كويسه تبني عليها افعال مش بطاله، علشان نعرف نتكلم عن حاجه اكتر بعدين. ماشي، نشوفكم ان شاء الله دايما في دروس تعلم امريكي، وانا مستر سام، مع السلامه. حبيبي بسبوسه، عايز تقول لهم مع السلامه اهو؟ يلا تعال، باي، مع السلامة، اهو بسبوسة وقعت السبورة، خلاص باي، اعمل باي 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 حبيبي. خلاص انا خلصت الدرس اهو، هاجي العب معاكم، يلا بينا، يلا يلا خلاص هاجي العب معاكم، اوعى نقفل كمان ده، هو كمان هيقطع كمان معاك.
حاضر حبيبي.